اهلا بيكم يا فندم، شرفتونا بيكم، شرفتوا المكان. بنقدم كل حاجه للرجال تقريبا، من اول السكين كير، من اول الشيفنج برودكتس لغايه البادي كير، مانيكير، اكسسوارز، منتجات للحيه، منتجات للشعر وللجسم، كل المين جرومنج بشكل عام. يعني كل الناس بتبقى مهتمه بيه هو اللحيه نفسها، وده دلوقتي احنا حققناه بان احنا بنتكلم في حاجات دلوقتي عملناها جديده بتنعم الشعر، بتفرد الشعر، بتخلي اللحيه نفسها شكلها مرتب، بترطب الشعر، بتمنع كل الاعمار. بنحاول نهتم بكل الاعمار، من الكبير لغايه الصغير، كل الناس اهتماماتها واحده دلوقتي، حلاقه، لحيه. طبعا دخلنا موضوع منتجات للجسم، منتجات للشعر، دي حاجات كلها كانت المفروض ان الشباب في احتياج ليها.